بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني ونربت يا عز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة وطافيلي والعداوي مية مية جار الشيمة داداوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزم. أعزائي المشاهدين ونحن الآن في طريق يجوز وتحديدا في ضيافة أنجلينا للبيتزا الإيطالية والمناقيش اللبنانية، ونحن الآن في ضيافة الأستاذ إبراهيم العميرة ليحدثنا عن نشأة هذا المحل والمأكولات التي يقدمها. سيدي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. سيد إبراهيم العميرة، حدثنا عن البدايات أولا، يعني قبل أن نخوض في تأسيس لهذا المطعم الجميل. نعم. حدثنا عن الخبرة التي لديك في مجال الأعمال. والله إحنا خبرة في البيتزا الإيطالية والمناقيش اللبنانية منذ سنة 91. وكان ابن خالتي يشتغل في فندق الأردن وأنا كنت أشتغل في أحد المطاعم بالمملكة هون. ففكرنا إنه نفتح محل إلنا نأسسه ويكون لنا ملكنا. جميل. دورنا على الموقع فعجبنا الموقع هذا، حيث انه عند دوائر حكومية زي الاحصاءات زي التعليم العالي، فنادق شقق مفروشة شقق فندقية، وبلشنا فيه بفضل الله. وكانت بدايتنا ما شاء الله ممتازة، يعني الحمد لله، الحمد لله رب. يعني الخبرة العملية والمال والمكان المناسب. الخبرة العملية والمال والمكان المناسب. والمكان المناسب. كيف يعني اجتمعت الأمور هذه؟ يعني أنت حسب ما نسمع أنك كنت مغترب خارج الأردن قديما. أنا كنت مغترب خارج الأردن والله. وطبعا أي واحد مغترب بيكون طالع على أنه يكون حتى يرجع لبلده. لأنه فيش بعد البلد الأم يعني. بالضبط، وخاصة أنه الإنسان مهما تغرب إذا بيفكر بنوع من الاستثمار لابد أن يستثمر في بلده أولا. مهما اغترب لابد إلا يستثمر ببلده. لابد إلا يستثمر ويحن لبلده 100%. إذن الذي قادك للبلاد هي الأمن والأمان الذي ننعم به هنا في الأردن. الأمن والأمان الذي ننعم فيه بالأردن، اللي بيسافر برا وبروح برا وبشوف بلاد برا بحس بالأمن والأمان اللي في الأردن. صح، أكيد، بلا شك. أكيد. سيدي، ماذا تقول حول هذه النعمة كرسالة شكر لأبناء هذا الوطن ولجلالة سيدنا؟ بداية نتوجه بالتحية لجلالة الملك عبد الله حفظه الله وللعائلة الهاشمية. أمين. وإلى رجال الأمن وجميع الدوائر الأمنية للجهود الجبارة اللي بيبذلوها على أمن وأمان بلدنا الغالي الحمد لله اللي هو الأردن. ونخص الجيش الأردني البواسل أكيد لما تحميه من حدودنا الحمد لله، وهذا كله مردوده علينا وعلى ممتلكاتنا وبيوتنا. صحيح. وأولادنا. وزي ما قلت لك إنه أي شخص بيغترب أو بعيش في بلاد تانية أو خارج المملكة الأردنية الهاشمية بحس بالأمن والأمان فيها مختلف جدا. صحيح، يشعر بالفرق. لو خرجت في الليل ما بين المحافظات في أي وقت، في الصقيع، في البرودة، في الثلوج، بتلاقي الدوريات رجال الأمن برا، تلجع راسه. صح. تشعر بالأمان. صح. تشعر أنك تقدر تترك بيتك فاتح. هناك من يسهر لأمنك وراحتك يعني. هناك بالضبط. من يسهر لأمنك وراحتك. بالضبط. نعم. نعم. ومن هنا نقدم لهم كل تحية وتقدير. نقدم لهم كل تحية وتقدير، العين الصاهرة علينا هذول، يعني اللي صعب الواحد إنه يقدر يعبر بالكلمات للشكر لهم بقيادة جلالة الملك حفظه الله. صح لسانك، وأشكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم العميرة، أقدم لك كل تحية وتقدير. ولا ننسى أننا سوف نتجول أو نلقي الضوء. نعم. على هذه. نعم. المناقيش اللبنانية والبيتزا الإيطالية الخاصة من محلاتكم أو مطعمكم أنجلينا. أهلا وسهلا فيك، وإحنا بنشكر القناة على هذا اللقاء وعلى الجهود اللي بتبذلها القناة هاي حتى تحسس كل المواضيع وتيجي على أوجاع الوطن والمواطن. أشكرك جزيل الشكر. الله يحييك.
بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني وبنر بتاع الزخواني كلنا واحد إيد في إيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعدباوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية نشبيوي بالنشمية هم بس الأمير.